وسهلا بيكم بحلقه جديده من برنامجنا على قد ايد وقتنا اللي كلها ان شاء الله على قد ايدينا. واضح الحلقه النهارده فيها ايه؟ يا قرعه يا حمرا، يا حلقه قرعه يا حلقه حمرا، عجبتكم يا ما عجبتكوش، بس ان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم، لان هو دلوقتي موسم البطيخ والبطيخ كتير جدا، بنبقى محتارين ننقيها ازاي، نشتريها ازاي، وننقيها ازاي، ونقطعها ازاي، ونعمل بيها ايه، ولو طلعت حلوه ماشي، ما طلعتش حلوه هنرميها ولا نعمل كده. من القصه، قصه البطيخ، طبعا البطيخ من الفواكه الصيفيه الفظيعه جدا اللي لا غنى عنها، وسعرها كده على قد الايد، تخش كل البيوت وبطريقه كمان حلوه كده كريمه. فاول حاجه، اول حاجه احنا بننقي البطيخ ازاي؟ اول حاجه احنا بننقي البطيخ ازاي؟ بطيخه حلوه انها تكون مدوره كده، ما فيهاش تعرجات كتير. يعني ايه؟ في حد قال لي من الحته الصفرة دي، الحته الصفرة دي اللي رقد عليها البطيخه، يعني البطيخه وهي في الغيط بتبقى نايمه عليها كده، فالشمس ما بتجيلهاش، فايه اللي بيحصل؟ بتروح مفيش خضار بيجيلها، الخضار بيجي بالشمس، الخضار ده بيجي ايه؟ بالشمس. فالحته الصفرة دي بتبقى البطيخه نايمه عليها اهي، بتبقى رقد عليها كده، بتبقى مش وصلها اي شمس خالص، تمام؟ انما كده كل دوت بيبقى الشمس جايله، فمالهاش علاقه خالص، دي الحته الصفرة دي مالهاش علاقه. طيب حلو ان هي تكون مدوره، مدوره وايه؟ وملساء التدوير. عارفين لما يكون فيها تعرجات، لما يكون معوجه من هنا، يقول لك مش مهم العجوه، المهم ان هي طعمها يبقى ايه؟ اما يكون فيها اي عوجات، عوجه من هنا، عوجه كده مش عارفه ايه، بتلاقي القشره تخينه جدا. سبحان الله، هي كده يا زي بتعوض بقى التعويجه بتاعتها، ان هي بتحمي نفسها ان هي تخلي القشره تخينه. فاي بطيخه معوجه هتلاقيها قشرتها تخينه، وده مش حلو في البطيخ. انا مش هشيل قشر، انا عايزه استفيد بالايه؟ بالبطيخه نفسها. فبحاول قدر الامكان ان انا انقيها مدوره حلوه، شكلها جميل كده، تمام، مظبوطه، شكل البطيخه العادي، معوج مش معوج، كل ده بيرمي مع القشر، رهيبه رهيبه، فيها تعوجات، فيها كرمشه، لو حطيت القشر فيه كرمشه كده برضو بتلاقي القشر قد كده، انا مش هشتري قشر، تمام. فالحلو ان انا اشتريها مدوره، شكلها حلو وبتلمع كده. وبعدين عايزه اقول لك بقى، على طول احنا بنخبط على البطيخ صح؟ مش بنصحيه من النوم ولا حاجه، يعني نخبط على البطيخ عشان نشوف قرعه ولا مش قرعه. طب ازاي؟ بصوا، سمعني الرنه دي مستويه، تحس كده ان في جوه صدى بيرد عليك خفيفه من جوه. لو انا بعمل كده والاقيها مكتومه، يعني تحس كده ان هي تقيله، او تحس ان هي الخبطه مش بتسمع جوه، مهم قوي الخبطه تسمع جوه، انت بتعملي كده تحس الخبطه بتسمع. انما تعالي اضربي واحده تانية هتعرفي الفرق، يعني اضربي كذا واحده، اضربي التانية كده تلاقي ايه؟ لا دي ما بتسمعش جوه، دي واقفه، دي ان شاء الله مستويه، مستويه حلوه قوي كمان قوي، ان الصدى داخل جوه ايه؟ سارح، تمام. فدي طعيها كده، تجسي كده تلاقيها مظبطه، هو ده الخبط عشان دي، لان هي مستويه بتبقى يعني فيها فراغات كده من جوه، مرمله زي ما بيقولوا. لو هي ناشفه وقرعه، القرعه بتلاقيها ناشفه كده، القرعه البطيخه القرعه لما تفتحيها تلاقيهاش عمرك مرمله ابدا، البطيخه القرعه بتلاقيها ايه؟ ناشفه من جوه، فيها نشوفيه، فده اللي يخلي الخبطه دي ما تسرحش لجوه، بتكتم وترد عليكي تاني. انت خبطي واحده والتانيه هتعرفي الفرق بالظبط. طيب نيجي نفتحها ونقول بسم الله. يعني انت البطيخ ده ممكن تجيبيه وتقعديه عندك كتير جدا في البيت، يعني ده من ضمن الحاجات تقعدي بشهر اتنين تلاته في البيت، بس ما تفتحيها زي ما هي مقفوله كده، بس طبعا بتجيبي النيه. لو خبطتي على كده انت جبتي كذا بطيخه ولقيتي، تستعملي اللي بيرن قوي، اللي ما بترنش قوي سيبيها على جنب عادي جدا تحت اي حاجه، وسيبيها في كرتونه كده وحطي حاجتك وسيبيها، هتلاقيها ايه؟ بتستوي لوحدها، تمام؟ نقول بسم الله. هنعمل ايه بقى؟ هنيجي من هنا وكده وهنا اهو، الحتتين دول هنقطع كده، في بيقطعوا كده وفي بيقطعوا كده زي ما انت عايزه، يعني في بيقطعوها كده، الحته دي بقى تبقى مسكره عن الحته دي اللي هي منزوع منها اللي كان فيها الزرعه، اللي فيها الزرعه دي لا، دي هي دي تبقى مسكره اكتر، تمام؟ تاخد حته من ناحيتها. فعشان كده بروح قاطعين البطيخه كده من هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله،
وكل ما تلاقي السكينه سارحه معاكي اهي بصوا ما شاء الله مستويه بزياده زي ما قلت لكم. كل ما السكينه تسرح معاكي بسرعه تعرف ان هي ايه مظبوطه جدا. بصوا القشره قد ايه، تعالي بقى هاتي واحده معوجه تلاقي القشره قد كده تمام. طب هنقطعها ازاي؟ انت كده قطعي لك بطيخ، نقطع كده عشان كتير بقى يتخانقوا ايه مين يقطع البطيخ. عندك اسهل طريقه تقطيع البطيخ كده، تروحي جايبه ده كده قطعناها ايه زي نص ربع نص الربع، بتجيبي السكينه وتروحي ماشيه مع الايه مع الحمار كده تمشي وتغوطي السكينه لجوه، تغوطي ايه السكينه لجوه. خلاص طلعت كلها، باجي بقى هنا كده كده عملناها ايه كده، تعالي بالجنب التاني واروح ماسكين كده، احنا عملناها كده بالطول بالعرض بقى، احنا عايزين نقطعها مكعبات. خلاص عملناها كده، تعالي الناحية التانية. خلاص كده بقت كلها مكعبات، يعني ممكن تدي حد كده. خلاص ممكن تدي حد الطبق ده كده، يعني ربع البطيخة على الطبق ويبقى كده ياكل منها بالشوكة كده. خلاص ممكن اقدمها كده بس مش لحد غريب يعني للبيت اهل البيت تمام. لا مش عايزه اقدمها كده، حد غريب جايين لنا في ضيوف راح منزلها كده، هتروح نازله كلها ايه مكعبات. سهله، اسهل طريقه تقطيع بطيخ بالقشره كده زي ما عملناها. تاني عايزين تاني كمان مره اهي، هناخد دي هنمشي بصوا السكينه وهنمسك كده من هنا ونمشي مع الايه مع حرف القشره، ولو سكينه رفيعه كانت بتمشي معاكي احلى كده. ماشي اهو، ونمشي مع حرف القشره لغايه ما اتخلعت كده. تعملي ايه؟ هنمسك بقى هنا كده اهو، نقطع يا مكانها خلاص. تعالوا بالجنب تاني نمسك كده ونقطع كده، بقت كده بقت ايه صوابع طويله. لو عايز تبيع صوابع طويله، لا انا عايزاها مكعبات. نروح واخدين بقى هنا ونروح ايه قاطعين المكعبات كده. خلاص بقت كلها مكعبات، نروح منزلينها في الطبق كده. انضف طريقه لتقطيع البطيخ بس كده. تعالوا انتوا رايحين فين؟ سهله بس كده، منتهى الجمال والشياكه وبسيطه جدا جدا. طيب احنا دلوقتي عايزين نستفاد من كل حاجه في البطيخ، نستفاد من كل حاجه في البطيخ. احنا دلوقتي ايه عملنا البطيخ، هناخد القشر بتاعه هنا، انا هعمل دلوقتي منه المربى. هعمل المربى من ايه؟ مش من البطيخ ده، من قشر البطيخ، من قشر البطيخ اهو بالشكل ده. انا بقشر البطيخه من منظر ده، طبعا هنا ساعه ما اعمل المربى هفرح بقى ان قشره البطيخه كبيره تمام. هاخدها كده مش مهم حتى لو فيها حمار شويه بس مش كتير، مش عايزين حمار كتير. واشيل القشره الخضر لوحدها كده بالراحه، وهاخد دي كده واقطعها ايه مكعبات صغيره، وهروح واخداها على النار. تمام، هاخد بقى ايه حله كده على النار وابدا اسلق كويس قوي قشر البطيخ ده.
هياخد مثلا كميه نوزن كيلو ولا حاجه، ما احطش احمر كتير، ها انا عايزه كل الاخضر هو اللي هيستحمل، مش عايزه فيها بطيخ، انا عايزه قشر بطيخ بس، قشر بطيخ. وهنحط معاه قولي كوبايه من الميه او كوبايتين يعني كده حبه كده. نعم الايه دي مربى، مربى هنعمل مربى بعديها فواكه مسكره. ما هو ده بيتعمل قشر البطيخ ده كنز، تعمل منه حاجات تقعد معانا بالسنه يعني. البطيخه هتجيبيها مش هتشتري منها ولا حاجه، حتى البذر فاكر كله بيعملوا لب، اعملي لب برضه يعني، برضه بينشفوه كده، بس ده بيحتاج بقى ان هو يتنشف، حط في الشمس كده في مصفى وبعدين نحطه على النار ونعمله، بس ما حدش هيشرف لكم بقى مره تانية ان شاء الله. ما فيهاش حاجه باذن الله يعني. فهخليها على النار. هقول لكم حاجه، إيه الطريقه دي انا هاخد منها مربى وهاخد منها الاثنين الحلو يعني، هيبقى نفس الطريقه. الاول بسلق قشر بطيخ كويس خلاص بالاثنين، فهعمل دلوقتي مربى من ايه قشر بطيخ وهخليها على النار تستوي. بس الفواكه المسكره هتبقى بنفس الطريقه، برضو هياخد قشر البطيخ واسلقه حلو تمام. تعالوا بقى نعمل حاجه تانية على ده ما يتسلق، نعمل حاجه تانية على ده ما يتسلق. وهو وهو هنعمل مع بعض المهلبيه. طب نعملها بعد الفاصل، خلاص بعد الفاصل نطلع دلوقتي فاصل ونواصل. على قد الايد. فاضيه مش فاضيه؟ حب البطيخ ده يا جماعه حاجه تانية. احنا سيبنا من الحلقه وناكل البطيخ الحلو وقطعناه ده وخلاص. الحمد لله ما لحقتش اكل حاجه، نوم قطعتين. ما علينا، احنا كنا بنعمل ايه بقى قبل الفاصل؟ ما قلت فاصل الحق ايه، خد كام حته كده ولا لحقت اعمل حاجه. دخلوا عليا فجاه. احنا كنا بنعمل ايه بقى؟ المربى في الفاصل اللي جاي هكمل الطبق، مش هعمل اي حاجه. بصوا ادي كده ايه قشر البطيخ اللي هنعمل بيه المربى. حلو، هي نفس الخطوه، عشان بس برضو اقول احطه على النار اللي هحطها لل البيكنج بتاع ده الحاجات المسكره، هحطها كده برضو اهي. هقشر بطيخ برضو نفس اللي عملته ومعاه ميه نسلقها، ده هيتسلق بس يعني نفس الخطوه اللي احنا عملناها هنا. انا كنت هقسم بس مش هقسم، خلاص سيبها كده. وهناخد دي، لا مربى اهي، دي مربى ده بتتسلق، دي الفواكه المسكره. هنعمل الخطوه بتاعتها بس دي كده، هنسلقها مع البيكنج صودا ماشي، ونسويها معاها خلاص يعني. هنا احنا بس جمعوا معايا يعني، ابداوا معايا من تاني. هنا المربى احنا حطينا فيها دي حاجه، ساعتها هقول لكم احنا عملنا ايه. احنا هنا عملنا ايه، حطينا قشر البطيخ مع غطيته بالميه وسبته لغايه القشر البطيخ ما يستوي، يخش في استوى بياخد شويه وقت تمام. هحط معاه بقى بعد ما دخل في استوى كده، قرب ان هو يخش في استوى، انا هنا حاطه 4 كوبايات من قشر البطيخ، عليهم 2 كوبايات من السكر، عليهم ايه 2 كوبايات من السكر، وعليهم معلقه كبيره من عصير الليمون يعني ليمونه بحالها. واخليهم بقى ايه بعد ما سبتها تغلي شويه لغايه ما قلتولي اهو كان حوالي غليت حوالي قولي 5 دقايق، فبدات ان هي تخش في السوا. حاطط عليها السكر والليمون على الميه اللي عليها كله على بعضه، وهسيبها بقى لغايه ما ايه يبدا السكر ده او العسل ده يتحول لشربات تقيل شويه، وهي تكون استوت، يكون بقى قشر البطيخ ده استوى حلو جدا، ويكون الايه الميه بتاعتها اتحولت لشربات تقيل اللي هو بتاع الايه بتاع المربى، تبقى مربى يعني. هي البطيخ كده كده مش هينزل حاجه، كل المربات احنا هناخدها منين؟ هناخدها من الميه بتاعت البطيخ مع السكر تمام، لو احنا سلقناها فيها.
فاحنا كده تمام. وممكن نحط عليها رشه ملح ليمون بسيطه لو انا هعمل كميه كبيره وعايز اطبقها للسنه كلها، يبقى هاخد عليها ايه؟ رشه ملح ليمون بسيطه. دي المربى، دي ايه المربى؟ عشان ما تلخبطش على كذا حاجه النهارده كلها بطيخ في بطيخ. هوطي النار عليها او انقلها من هنا، احطها على نار هاديه. بسم الله الرحمن الرحيم. هدي النار واسيبها تاخد سواها مظبوط. معانا لاخر الحلقه، مش اي مشكله. المهلبيه، المهلبيه بقى عندي ايه؟ جايبه 6 كوبايات او 4 كوبايات حسب ما انت عايزه تعملي ده عصير بطيخ متصفي. طبعا في حاله المهلبيه دي، بسم الله الرحمن الرحيم، انا بعملها لو البطيخه طعمها مش حلو، فبحب ان انا ايه اتصرف فيها. طب اعملها ايه؟ ابسط حاجه بتبقى مهلبيه عصير، الحاجات دي كلها ايه اللي انا بحط لها؟ سكر، بحط لها عسل، بحط لها اي حاجه تسكرها. فالمهلبيه دي من ضمن الحاجه، لو البطيخه طلعت مش حلوه بروح عصرها ومصفياها، تمام؟ حتى مش مهم بالبذر عادي، ولكن كده بصفيها. فهاخد بقى عندي هنا مثلا 4 كوبايات زي ما معاكم على الشاشه كده، 4 كوبايات من عصير البطيخ، كوبايه الا ربع من السكر. طبعا التحليه ده اختياري زي ما انت عايز تعمليها. وهحط هنا حوالي نص كوبايه من النشا، نص كوبايه من النشا. انا هحطها على شويه عصير بطيخ هنا اهو. طبعا وانت بتعصري البطيخ ما تحطيش ميه غير قليل قوي، يعني هي يكاد مش عايز ميه، هو كل البطيخ ميه فمش هيحتاج منك ميه. ركز، لا لا احنا بنعمل حاجه وبنأجل حاجه، يعني ترتيبه عشان هيستوي. ركزوا معايا. لا تقلقوا، لسه لا تقلقوا. احنا كده شغالين في المهلبيه، حطينا عصير البطيخ، البطيخه طلعت مش حلوه، طلعت قرعه، طلعت مش عاجباني، فاروح ايه واخداها مقشراها مقطعاها حطها في الخلاط، حط عليها شويه ميه لو هي ناشفه يعني مش فيهاش ميه، واعصرها كويس قوي واصفيها بالمصفى. لو حطيتي معاها شويه ميه ماشي، لا تقلقي، لا هي كلها ميه مش محتاجه، خليها يبقى طعم البطيخ فيها مركز. بس عصرناها صفيناها حطيناها كده في الايه؟ في الكزرونه او الحله او اي حاجه، ومعاها السكر. هندوب السكر. خدت النشا حطيته فين؟ في حب بطيخ كانوا ايه؟ سبتهم شويه من باقي الكوبايات اللي انا عاملاها. طبعا انت زي ما انت عايزه تعملي، انت يعني كل كوبايه عصير بطيخ تاخد لها معلقه كبيره مليانه كده من النشا، هرميه، معلقه هرميه من النشا. هنزل بقى كده هنا وابدا ان انا ايه اقلب. مهلبيه البطيخ برده من الحاجات اللطيفه قوي. نجهز لها حاجتها ونرجع لها تاني. بسم الله. ونجهز ايه؟ طبق الجيران، مش هننساهم في مهلبيه البطيخ. حطهم طبق كبير كده. تمام. قلب بكبشة احسن عشان نستعملها. هيغلي ويبدأ ايه؟ نعلي شوية على المربى. هنا يغلوا كله، بيغلي مع بعض اهو. طبعا كل حاجه هرجع لها من الاول تاني اقول لكم، بس عشان ايه يلحق يستوي معايا في الحلقه، معيش نسخه يلحق يستوي معايا في الحلقه. المربى دي بتاخد لها حوالي على النار ممكن ساعه، ساعه وشويه، ساعه حلو، ساعه على الكميه اللي انا عاملاها دي، تاخد لها ساعه على النار، على نار هاديه. ادي البطيخه اللي كنا هنرميها اهي، مهلبيه. كلنا عندنا نشا، كله عنده سكر، عادي جدا ان هو يعمل ايه؟ مهلبيه البطيخ. جميله، بصوا لونها بيغمق ازاي في الغليان اهو، بصوا ولونها حلو قوي. لو هي قرعه شويه عايزه تحط لها نقطه لون حط لها، بس هي كده لا، جميله لونها قمر كده. بس كده غليت غليتين، بغبجت يعني معناها ان النشا استوى.
بقى ايه في الكاسات او في الاطباق او في الكوبايات زي ما انتوا عايزه. ممكن اجيب بقى شوكليت شيبس قال يعني بذر البطيخ. يا دي بطيخة وحشة كلها بذر. ما حبيتش ان انا احط في هنا البذر نفسه بذر الشوكليت شيبس ده علشان انا لو عملته وقلبت هتلاقيه ساح، انا مش عايزاه تسيح. تمام، ناخد بقى طبق الجيران. بسم الله الرحمن الرحيم. طب عارفين بحب الاطباق المسطحه دي زي زمان في المهلبيات. ونحط لهم برضو ايه شوكليت شيبس كده عشان يبقى ايه شريحة بطيخ. بس ايه رأيكم، بطيخة ولا مش بطيخة يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ طيب ايه تاني ممكن نعمله من البطيخ؟ خلاص خليه هنا كده، اتعلمنا خلاص ازاي ننقي البطيخ وازاي ايه نقطعها وعملنا منها المهلبيه. ايه كمان ممكن ان انا اعمله من البطيخه، سواء البطيخه دي قرعه او البطيخه دي حلوه؟ طبعا مش لازم تكون قرعه ولا وحشه عشان تعملي وصفه المهلبيه، لا عادي جدا انت ممكن تروحي جايبه البطيخه ان شاء الله تكون مسكره عادي، بس مستوى السكر بقى اللي جوه المهلبيه ده هو ده اللي بيتحدديه. يعني انا حاطه 3/4 كوبايه عشان انا خلاص بطيخه قرعه او بطيخه مش مسكره فمش عارفين ناكلها، انما لقيتيها مسكره هتحلي تحليه على قد البطيخه هي قد ايه مسكره، تحليها بقى زي ما انت عايزه. تمام بس كده. طيب خلاص نطلع فاصل وهنكمل بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل. رجعنا من الفاصل، احنا دلوقتي خلصنا خلاص المهلبيه. بس بنضف الطبق بتاع المهلبيه عشان يبقى شكله لطيف. استني ثانيه واحده. مهلبيه البطيخ، وكنا حاطين على النار حاجتين تانيين وهما المربى والفواكه المسكره. طيب تعالوا نخلص من حاجه منهم قبل ما نخش على الوصفه اللي بعد كده. ده كان نفسي اجيب لكم بذر بطيخ ونعمله سنسيت، مع انه كان مهم يعني اجيب بذر بطيخ واعمل لكم لب. اعمله لب ايه؟ احنا ممكن نطلع شويه في طبق. طب هخليهم يطلعوا لي شويه في طبق، ولو لحقت اعمل لكم لب اللب ده يعني قبل الحلقه ما تخلص يبقى ان شاء الله خير يعني ان شاء الله. احنا كده خلصنا ده ايه؟ ادي كده خلاص. نيجي بقى للفواكه المسكره. حطيناها على النار مع شوية من المية مع كربونات الصوديوم اللي هو كربوناته رشة كده صغيرة، وهحط معاها سكر عشان تبقى مسكرة. ما هي فاكهة مسكرة ازاي؟ ماشي، واسيبها تغلي معاها حلو. ممكن احط وسنة ملح ليمون برضو. برضه سنة ملح عشان دي مادة حافظة. ملح الليمون والكربونات والاتنين مادة حافظة. واروح حط عليها سنة لون يغلوا مع بعض بقى. أي لون أنا عايزاه. يعني لو أنا عايزة كذا لون بروح عاملة إيه؟ جايبة كذا كزرونة وأحط في كل واحدة فيهم. دي أسهل طريقة يعني دي. أحط في كذا واحدة منهم إيه؟ كل واحدة لون. كل واحدة إيه؟ لون. ماشي.
طيب المربى كده خلاص ده هيغلي، يغلي مع بعضه شويتين ثلاثة، وبعدين اروح ايه مصفياه ومطلعاه، اكون خلاص بقى الـ السكر خلاص بقى يعني اسمها ايه تقل قوي وخلاص اتبخر، ما بقاش فيه غير شويه صغيرين قوي مع الايه مع قشر البطيخ ده. اهو بصوا كده الالوان احنا عاملينها دي، وهطلع لكم الاحمر دلوقتي لما يستوي. بصوا اهو ده بيتحط على صينيه كده، دي الالوان حطينا اصفر حطينا اخضر حطينا اي حاجه، بيتنشر بقى كده على صينيه ماشي لغايه ما ينشف. بعد ما بينشف خالص حابه بقى ان انا احط كل واحد في بطرمان ماشي، حابه اقلبهم على بعض خلاص بيكونوا نشفوا، دلوقتي استحاله ان انا احطهم على بعض وهم بولين كده، مش ممكن اعمل كده، لازم استنى لما ينشف، ولو عايزه اقلبهم على بعض هقلبهم بس بعد ما ينشفوا خالص. طيب لا انا عايزه من دلوقتي، هتلاقي كلهم بقوا لون غريب كده في بعض، وما ينفعش الوان تخش في بعض، انما لازم كله ينشف، انشره على صواني على اي حاجه واسيبه كده لغايه ما تنشف. تمام؟ يومين ثلاثه اربعه اي حاجه اي وقت مش مهم خالص. تمام؟ يعني ده خلاص اهو، لا لسه شويه اهو هيتشرق انا ممكن ازود شويه لون عشان ياخد لون ايه اكتر اغمق، انا هيديني لون بامبا ده، انا عايزه لون احمر. تحطي اللون حسب ما ده لون الطعام عادي لون الحلويات، تحطي اللون حسب ما انت عايزه ده شكله ايه او لونه ايه، واسيبه يغلي معاه عشان قشر البطيخ ده، قشر البطيخ اللي انا غليته مع كربوناته وشويه الميه وشويه السكر واللون وملح الليمون. تمام بس كده نرجع مرجوعنا هنا للمربى. ايه الاخبار هنا؟ استلقت اهي، اعلي عليها شويه عشان هي استوت، بس احط معاها السكر بقى، احط معاها هو سكرها فين؟ وانا سكرها خدته خدت انا سكر المربى الحاجات دي، مش مشكله احنا اخوات ونسع بعض. هنا عايزين ايه اربع كوبايات من قشر البطيخ عليهم عصير ليمون عليهم ملح ليمون، واسيبها تغلي لغايه ما تستوي، بعد كده بديها كوبايتين من السكر، كوبايتين من السكر واسيبها تغلي لغايه ما تبقى القوام بتاعها ايه غليظ او مربى، العسل بتاعها بقى مربى. تمام بس كده. طيب احنا هنا بقى دلوقتي ممكن نعمل ايه تاني؟ انا لسه لسه بصوا بقى بصوا بقى تشرب ازاي منها لسه، خليها عارفه حتى لو حسيتي ان هي استوت قوي هتروحي طافيه النار وسايباها منقوعه في الاحمر ده، هيبدا قشر البطيخ يشرب زي ما هنا بالظبط عامل كده، قشر البطيخ كله بقى بصوا اخضر اصفر ما فيهوش حته بيضه وحته كده، لا بتسيبيه منقوع في ميته، يعني لو انا دلوقتي الميه دي بعد ما غلي وعايز البطيخ استوى كويس قوي كده بروح شايلاه وسايباه في ميته شويه، سيبيه بقى منقوع ساعتين ثلاثه اربعه مش مشكله، بعد كده اخده واصفيه من ميته واسيبه ايه واسيبه ينشف في اي حاجه. طيب احنا ممكن نعمل ايه تاني؟ احنا ممكن نعمل ايه تاني؟ انا عايزه بس المربى دي تستوي. جيلي، ممكن نعمل جيلي. احنا ممكن نعمل جيلي من الايه؟ من البطيخ ده، ده عباره عن ايه؟ سكر عصير بطيخ حلو او مش حلو، بطيخه قرعة بطيخه حلوه زي ما انت عايزه، والجيلي. طيب ايه بقى المقادير اللي انا بمشي عليها؟ طبعا التحليه زي ما انت عايزه. يعني البطيخ حسب سكرها احط لها سكر قد ايه؟ حطيت اربع مثلا اربع معالق اربع كوبايات من البطيخ يبقى اربع معالق كبار من السكر، لا دي حادقه شويه يبقى كوبايه ربع من السكر، لا دي ما لهاش طعم خالص يبقى كوبايه من السكر كده، يعني انت بتسكري حسب ما انت عايزه. طيب الجيلاتين بقى وده المهم، يعني عشان يبقى عندي جيلي بطيخ ايه بقى اللي بيبقى؟ كوبايه العصير عليها معلقه كبيره من الجيلاتين، كوبايه عصير البطيخ عليها معلقه كبيره من الجيلاتين، يعني انا عامله اربع كوبايات من عصير البطيخ يبقى اربع معالق من الجيلاتين.
سهلة؟ سهلة وبسيطة. تعالوا يلا بينا نجيب بس سكر من عندي، عشان السكر انا خدته ايه معرفش ايه اللي حصل، في مقادير دخل جوا بعضها من السكر. فهجيب سكر من عندي، وهجيب عصير البطيخ زي ما اتفقنا، اشرب بطيخه وقطعيها واعصريها وصفيها، سهله مفيهاش اي حاجه، تمام اهو. والسكر البطيخه على فكره دي مش حادقه ولا حاجه، دي حلوه، بس انا عشان عايزه اعمل لكم ايه الجيلي، وانتي نفس الحكايه، فمش هحط فيها سكر كتير. ادي كده السكر مع الايه هاخد الجيلي حطه على النار، اربع معالق من الجيلي على ميه سخنه، الجيلاتين قصدي، الجيلاتين مش جيلي، احنا لسه هنعمل الجيلي اصلا، الجيلاتين اهو. اربع معالق كبار من الجيلاتين هندوبهم كده، وهننزلهم على البطيخ اللي عليه ايه اللي عليه السكر، ونقلب لغايه ما يغلي. والله حابه تضيفي سنه ميه ورد، بس ايه انا شايفه ان ايه البطيخ احلى، بس عايزه تضيفي ميه ورد حطي ميه ورد او ميه زهر، يعني لو البطيخ حسيتي ملهاش ريحه، لان انا حاطه الجيلاتين فالجيلاتين ده ليه ريحه، فلو حسيتي البطيخ ملهاش ريحه حطي عصير فراوله ممكن، ممكن بس هتبقى مسيطره. اي هتبقى مسيطره، لو حطينا عصير فراوله هتبقى مسيطره، زي ميه الورد او مسيطرين برضه، هيضيعوا لي قيمه البطيخ، بس ما هنعمل ايه؟ احنا خدنا الفايده خلاص. هقلب بقى لغايه ما ايه؟ تغلي، وابدا اصب بقى في اطباق الايه؟ اطباق الجيلي، اللي هي لو عندكم بتاع اللي بتتقلب دي، فكانت بتاعت زمان الالومنيوم، قوالب الالومنيوم بتاعت الجيلي، مفيش عروسه كانت بتتجوز من غير كوبايه الجيلي، مفيش عروسه كان ينفع تتجوز من غير، مش طقم الجيلي الازاز ده الحديث، لا ده منه الجيلي بقى اللي هو الالومنيوم، وكان معاه الفورمه، فورمه الجيلي الالومنيوم والفورمه الاكبر بالظبط، دي هو ده طقم الجيلي. فكنا نعمل ايه؟ ناخد بقى الصغنن ده ونروح بلينه بالميه ونصفيه كده ونحط فيه الجيلي عشان نعرف نقلبه، نيجي نقلبه بقى ايه من بعيد كده بالراحه كده على النار من بعيد عشان تسخن سنه، فتسيح طبقه الجيلي ده ونقلبها فتطلع لنا ايه الفورمه. كان لازم لو واحده اتجوزت من غير طقم الجيلي ما ينفعش. لازم يجي. ايوه في القايمه بالظبط. انا كده ايه، انا كده شلت الفواكه المسكره اهي من على النار وسبتها في ميتها لغايه ما تبرد عشان تشرب اللون، وانا هنا مستنيه بس ده يغلي، خلاص الجيلي يغلي عشان نبدا ايه، احنا هنلحق نعمل البتاع ده يا ولاد، اللب ده هخليه الواد يقعد يمسكوا لي البطيخه واحده واحده، هنشفه في الطاسه بقى، لازم نتصرف، لو نازل احنا ما بنلبش حاجه خالص من البطيخه حتى لبها، من قشرها لبها ما حرمناها ما رحمناهاش، نعمل شويه صغننين كده بس، وممكن يكون عندهم جوه شويه قشر من بذر من اللي احنا عملنا البطيخ التاني. والبطيخ على فكره كان زمان بقى كان البذرية كبيره، اكيد انواع يعني غير البذر ده، كان زي تلاقي البذره كده بخيرها كده ما شاء الله، فعلا زي اللب الابيض كده ماشي. هنتسلى في هذا الوقت كلنا، هلم الاستوديو كله اصوص. يا بخت بقى ياكل الطبق ده ومنزوع البذر،
انت لسه قدامك شويه. في ايه انت مالك؟ في ايه؟ انا هدي عليك شويتين شويتين. وهنا المربى شغاله. شفتكوا تقعد لاخر الحلقه؟ المربى بالذات تقعد لاخر الحلقه. والجيلي بس يغلي واحطه في كوبايات او كاس الجيلي، كاسات الجيلي. تعالي راحه فين؟ اوكي بس. طب بصوا بصوا، هطلع فاصل والم الاستوديو كله يطلع معايا شويه بيزا عشان اعمل لكم كليب بعد الفاصل. يلا فاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل، عملنا شويه كليب. ما انا قلت مش هرمي حاجه من البطيخه من قشرتها لبذرتها، واحتمال ازرع البذر كمان، وبيحصل بس في اخر الموسم شويه. حس كده البذر كبر شويه كده ومتغذي. اوكي بصوا خلاص، هنا الجيلاتين اهو غالي، الجيلاتين مع البطيخ، عصير البطيخ مع السكر. وزي ما قلت لك عايزه البطيخه، لا انا عايزه يبقى ليها ريحه، او هي مثلا ما فيهاش ريحه البطيخ، يبقى يا اما احط لها ميه زهر يا ميه ورد يا كم وحدات فراوله معاها كمان. خلاص اوكي متشكرين، ناخدها بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهناخد ده كده جيلي الفراوله، بسيبه لغايه ما يجمد. تمام طب بس مكانه. حلو الكلام، حلو الكلام، كلام جميل. ممكن نشيل الريم ده من على وشها اما يهدى شويه عشان تبقى ايه شفافه. طبعا فرق كبير، ده غير ده، ده مهلبيه، ده جيلي. ايه ده جيلي. ايه كمان ايه كمان ايه كمان ممكن يتعمل معانا؟ نبص نطمن بس على حاجه لسه ما خلصتش عندنا، هي المربى اهي لسه. انا بطمن خلاص، هو كده كده ده استوى، انا بطمن بقى على الايه الميه دي. لا لسه حبه كمان تستوي. كنا نعرف زمان بقى ايه مربى تبقى استوت ازاي، تبقى مربى بقى تقعد معايا بالسنه ما يجرلهاش حاجه. بنحط المعلقه كده وبعدين تستنى، عايز تهدى شويه تهدى حبه، وبعدين ايه نحط ايدينا كده نمررها هنا. ماشي باينه عملت فرق، خلاص كده استوت عملت فرق. لو هي رجعت على بعضها تاني، انتوا شفتوا باينه ولا عايزين بطبق غامق؟ دي طريقه قديمه قوي 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 قوي، ما عندش اي حاجه غامقه، مفيش طبق غامق. هقول طب ماشي هوريكوا تاني، يعني بعمل كده، بناخد معلقه كده من الايه عارفه صغننين كده اهي كده، نعملها كده، استني عليها تهدى ثواني، تهدى عشان تتلسعيش. ماشي وبعدين اي مربى بتعمليها، اي مربى الكلام ده على اي مربى، اخد ميتها واعملها كده واسيبها ثواني، وبعدين بصباعي امر في النص كده. فايه اللي بيحصل؟ بصوا رجعت شويه وفي ما رجعش، خلاص هي كده يعني ايه، ما دام سايبه ممر هنا كده هي استوت، ما رجعتش قوي كده لسه فاضل لها سكتين، ما دام رجعت شويه وجزء ما رجعش يبقى ايه دقيقتين كمان، والدقيقتين دول خلصوا وانا بشرح لكم بتبقى استوت. لا لقيتيها بمر صباعي كده في ميه المربى وترجع كلها تهدى لسه ما استوتش، بمر كده وكلها خلاص مظبوطه، خلاص ما بترجعش معايا، خلاص كده مظبوطه. فطبعا هي خلاص كده، هي كانت يعني مرجع شويه وشويه، فدي مدياني ايه قالت لي دقيقه كمان غليان، فخلاص هي كده الغليان وانا بتكلم معاكم دقيقه خلصت. اسيبها تبرد وبعدين نحطها في البطرمان، بس الاول بقى الجيلي لونها حلو بقى. بصوا لونها ازاي، بصوا لونها، لونها ده مش عاطفي. لما احط لها باكو جيلي احمر مش محتاجه ان انا اغليها تاني، خلاص
هتديني لون حلو بقى. لون وريحة، ده كل حاجة اللي انت عايزاها بقى للمربى. حلو الكلام. نيجي هنا نشوف اخبار الحلوى ايه. بسم الله. قمر، لون بطيخي قمر. بصوا لون الجمال ده، كل ما بسيبها كل ما بتنعي فيها اكتر. بس اللون البطيخي ده حلو قوي. اخد كده اطلعها كده احطها هنا. صفي حلوه قوي، ممكن احطها في مصفى كمان يعني، وتبعديهم عن بعض كده وتنشريها وتسيبيها ايه تنشف. اهو الوان الحلوه بتاعت الفواكه المسكره بتاعتنا. تمام. طيب انا جايبه لكم البذر اهو. طبعا احنا كنا بنعمل ايه في البذر ده؟ بنروح غسلينه في المصفى ماشي، ونسيبه ينشف، واسيبه في المصفى لغايه ما ايه، لغايه ما ينشف. بس اشرب البطيخ ده، نشيل البطيخات الصغننه دي. تمام. نغسله في المصفى كده وسيبيه في المصفى، نشريه في المصفى وسيبيه. كنا نحطه في الشمس في البلكونه. دلوقتي مفيش وقت. باخد كده البذر ده واحطه في الطاسه على النار. مش مهم فتفت دي كلها هتروح. ماشي. وبعدين وبعدين زبورة صغننة. ويبدأ بقى ايه، بنشف خالص. نعمل لكم لب محمصة. نشيل البطيخات دي منها كده كده، هي هتنشف يعني، مش محتاجاه يعني، مش مشكله قوي لو فيها فتافيت بطيخ. اهم حاجه ده محتاجاه ان هو ينشف. حلو. هنا نلب البطيخ ولب الشمام، وتبقى السهره بقى على لب البطيخ والشمام. بس كانت البذره ليها حجم كده، مش البذره دي. طبعا على قد كميه ال 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 البذر ده او لب البطيخ ناخد ملح. فدي مثلا سنه ملح صغننه على الكميه دي. فهناخد ايه، سنه الملح كده، ومعاها شويه ميه صغيرين قوي قوي، معلقه ميه، اقل من معلقه الميه، عشان الكميه دي قليله جدا. وبدوب فيها الملح. معلقه زجاج. طبعا هو بيعمل كميات الصغيره دي، بس انا حبيت اوريكم يعني. انا بس بستنى بنشف ده خالص كده، انا بسوي اللب كده بسويه يعني. لما بنشف اللب كده في الطاسه كده بيستوي بيتحمص، ما تستعجلش عليه خالص. هتلاقي بدات اللبايه ايه تنفخ كده معاكوا زي الزبيب. بصوا متورش. اهم حاجه تقلبه على طول. ليه تقلبه على طول؟ عشان ما يتحرقش من ناحيه الا على الايه اللي في الطاسه من تحت. وطبعا كل ما هيكون ناشف، عشان كده كنا بنشفه على في الشمس كويس، كل ما يكون ناشف هتبقى المده اللي بتقلبيه فيها على نار اقل. تمام. انما انا كده هيطول معايا شويه، عشان انا واخداه من اوله، واخداه ايه مبلول، فبنشفه وبعدين ايه اسيبه يتحمص. انما هو ما يكون ناشف بيستوي بسرعه جدا. استنى عليه لغايه ما سمعت ترقعه تك كده، الترقعه دي تك تك. كنا حتى زمان ايه بيبقى ليها عدد، ثلاث ترقعات، اربع ترقعات، تك تك تك. خلاص ابدا ان احط بقى الملح، لان الملح هي تمليح، انما بقى هو ده سوى للبايه، عشان اللباية تكون مستوية. اهو
وتشموا بقى الريحه بقى، ريحه المحمصه. حتى الشمام، بس كان برضو الشمام الكبير مش الصغنن بتاع دلوقتي قد كده ما فيهاش حاجه، لا كان الشمام الكبير ده كانوا بيحطوه في العربيات على القش، فاكرينه؟ مش عارف مفيش منه دلوقتي ليه، فتلاقي الشمامه قد كده قد كده، وبيحطوها في العربيات على قش عشان هي بتتكسر بسرعه جدا. فدي بقى كان بقى البذره برضو ما شاء الله كبيره. لسه معاها شويه بس خلاص بتنشف اهي. تصبروا عليها عشان تطلع حاجه حلوه. ماشي؟ والملح بندوبه. أنا ممكن حتى اركنها في سخونية الطاسة كده عشان تستوي. هي ما بترقعش غير لما تكون استوت. بس شوية. انتي لزقتي كده ليه؟ بس هي الريحة طلعت خلاص. الملح بقى كده، ونروح ايه الملح بحبه صغيرين قوي من الميه، ونروح اجمعهم كده عشان كلهم يشربوا من الملح مع بعض كده، واقلب كله في الملح ده. وننشف تاني الميه ام الملح اللي عليها دي اهي. كده بقت مملحة. بس خلصت. هيطلعوا حادقين شوية دول. الملح عليهم كتير. يعني أنا بحط نص معلقة صغننة على حوالي كوباية من بذر البطيخ. عشان تبقوا فاهمينها. بس. خليها بقى كده شوية وأشيلها. ده كده خلص البذر. عملنا الليب. تعالوا بقى. نعمل عصير من البطيخه. بصوا بطيخه شكلها مش لطيف، مش حلوه، طعمها مش حلو. طيب ما تيجي نعمل بها عصير اي او سكر او بعسل وموز، تديها قوام. ممكن تاكلوها عادي بسكر وتشربوها كده، بالموز بقى طعمها احلى. هناخد البطيخه، بسم الله الرحمن الرحيم، الكمية اللي أنا عايزاها. بس كده. والأحسن إن أنا هضربها الأول من غير مية، لقيتش عايزة مية حدية، ما لقيتهاش خلاص. أنا شايلة منها البذر. أنا شايلة منها إيه؟ البذر برضو عشان نستفاد منها. يعني دي إلا بقى لو أنا مثلا فيها بذر وعايزة أعصرها ببذرها، يبقى هتحطيها ببذرها وتصفيها وبعدين نحطها تاني في الخلاط مع الموز. حاضر. ماشي، لقيت فيها بذر هصفيها من البذر. اقول لكم بعد الفاصل، يلا بينا فاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل. الحلقه القويه بتاعتنا النهارده. احنا كنا وصلنا لايه؟ هناخد من الاخر للاول. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ عصير البطيخ. لو احنا البطيخ طلعت مش حلو او عايزين نعمل عصير بطيخ، عملنا البطيخ وصفيناه ورجعته لايه؟ ورجعته تاني للخلاط، تمام؟ هحط معاه السكر. انا بس صفيته من البذر عشان لقيت فيه كام بذره، مع اني كنت عاملاه كويس بس مفيش فايده. هحط معاه شويه سكر او عسل زي ما انت عايزه، وهحط معاه موز. ده بقى بيديله قوام كده
ان بصوا عصير البطيخ بيبقى ايه زي الميه. الموز ده بقى اللي هيخليه ايه، ليه قوام وليه طعم وطبعا قيمه غذائيه اعلى، فيها فاكهه. هخلي موزاية بس عشان احطها جنب البطيخه تعرفوا ان هي ايه، موز وبطيخ في التصوير يعني. تمام. بس كده كده عملنا عصير البطيخ بقوام. في حاجه برضو بصوا ليه قوام ازاي بقى، تقيل كده شويه. في حاجه برضو اتعلمتها من السودان، ربنا يفك كربهم يا رب. احنا دي كانوا بيحطوا بقى مع اي عصير ملوش قوام، بيحطوا له يعني حاجه زي كركديه او قطمر هندي او الكلام ده كله، ملوش حاجه بقى زي الميه، مجرد فيه طعم والغذاء كل حاجه وكل في حاجه فيه، بس هو ملوش ايه، ملوش قوام، فيحطوا له ايه صمغ عربي. طبعا السودان معروفه ومشهوره قوي بالصمغ العربي، فبيحطوا له معلقه صمغ عربي كده على الدورق ويقلبوه فيديكي بقى قوام. وطبعا الصمغ العربي مفيد، ويروحوا ايه حاطينه عليه فيدي قوام كده تقيل شويه زي العصائر اللي بتاخديها في العلب دي، بتبقى ايه عليها برده حاجات زي كده. فدي برده والصمغ العربي مفيد جدا جدا جدا، فحلو قوي ان احنا برده، بس مش عارفه يعني هلاقيه عند العطار، هلاقيه ونجيبه برده ان شاء الله. انا كنت جايبه معايا شويه بس ايه، ان شاء الله هجيبه لكم في الايه في المره الجايه هنا، عشان بس ايه معروف ان هو موز وبطيخ. تمام. طيب ايه كمان، ايه كمان مهم في حياه البطيخ دي؟ انا دلوقتي قطعت البطيخه، باجي احطها في الثلاجه الاقيها بقت وحشه، مرضت، بقت مرضانه. طب ايه اللي بيحصل؟ الفريون بتاع الثلاجه بيبوظ لك خالص البطيخه، بيغير طعمها، بيخليها شكلها دبلان. طب احافظ عليها ازاي اكبر فتره ممكنه لو قعد اسبوع في الثلاجه ما بيجراش حاجه وهي مفتوحه؟ بالاسترتش ده. بالاسترتش بناخد بقطعها بالمنظر ده واروح ايه حطلها كده واروح مغلفاها، تتغطى كده كده اهو، تروحي ماسكاها مغلفاها بالطريقه دي. لو قعدت اسبوع في الثلاجه بالطريقه دي ولا تلقط ريحه ولا تدبل ولا الفريون يبوظها لك ولا طعمها يغير ولا اي حاجه، هي كده زي الفل. يعني انت لما تجيب بطيخه قطعيها اربع ارباع وكل ربع على اتنين واعمليها كده، اللي يحب ياخد ياخد بالطريقه دي ويقطعها زي ما احنا قطعناها. ده طريقه حفظ البطيخ في الثلاجه بس كده. وكده خلصت حلقتنا النهارده. عملنا مع بعض ايه؟ عملنا مع بعض ازاي احنا اول حاجه احنا عملناها ازاي ننقي البطيخه وازاي نقطعها وازاي نحافظ عليها اهو. عملنا منها ايه؟ عملنا منها المهلبيه، عملنا منها الجيلي، عملنا منها العصير، عملنا منها المربى، مربى البطيخ بص شكلها ايه جميله جدا. عملنا كمان منها الفواكه المسكره، ودي عملناها معاكم قبل كده وكانت جميله جدا وحلوه ونفعتنا كتير قوي في تورتات في كيكات في اي حاجه. لوناها بالالوان اللي احنا عايزينها، بتجيبيها من عند بتوع الحلويات اي حاجه انت يعني الوان الحلويات تمام من سوبر ماركت هتلاقيها برده. ولوناها وعملناها بالطريقه دي بس كده. احنا كده غطينا وعملنا اللب، اوعى تنسي اللب. احنا كده خدنا البطيخه من بذرتها لقشرتها زي ما بيقولوا بالظبط، فاضل لنا ايه القشره الخضراء نعمل بيها ايه. لا استنوا الحلقه الجايه بقى افكر لكم بقى نعمل ايه بالقشره الخضراء. وكده خلصت حياتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، وشوفوا الاعاده ان شاء الله الساعه 9 والساعه 4 الفجر، واستنوني في حلقه جديده من على قد ايه ورجلي الشرشابي، والى اللقاء.